نذهب إلى مقاطعة الكل. هل لدى نتنياهو خطة أم رغبات؟ يتحدث البعض عن وجود خطة لدى رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، فيقول هذا البعض أن خطة نتنياهو هي تهجير غزة والضفة الغربية وإطلاق مشروع استيطاني فيهما، يعني الضفة وغزة، بالتوازي مع مشاريع استراتيجية مثل قناة بن غوريون. واحد كتب لي كلام الحوثي عن الإسناد يتناقض مع كلامك، يا أخي إنه عم بتفتشوا لحتى يعني مبسوطين باليمن. اكتب يحيى اليمن، عزيز يا يمن، عظم الله قدرات اليمن، بدل ما تكون يتناقض مع كلامك، يعني إنه شغلتك وعملتك كيف النعورة والنقورة والهذا. يا أخي يقول نتمنى هيك، أنا أنص عليك التالي: نتمنى أن تكون الدول العربية كلها مثل اليمن. شو رأيك؟ شو رأيك؟ تفضل قول، فلتفتح مصر الجبهة البرية كما سيفعل اليمن، ولتفسح له المجال أن يأتي بقواته بالسفن إلى الحدود المصرية. اكتبها هلا. ولو ما بيتناقض مع كلامي، أنت شفت كيف بده يجي برا؟ سوف ترى، سوف ترى بالمقابل. مش رايح على الحسم العسكري، رؤية شاطر. وبالتالي يقول هذا البعض انه مشروعه، خطته، مش مشروعه، خطه نتنياهو هي التهجير وبس يسيطر على، لا اكتب معلش يا استاذ هاني، اكتب: نتمنى ان مصر تفتح جبهتها امام اليمنيين ليدخلوا منها نحو غزه. ممكن؟ بس لتثبت لنا انه انت حرصك على غزة هو اللي عم بيخليك تقول هالرأي، بس لنطمن انه معنا صديق. ممكن هالشيء؟ ناطرينك. او الاردن ما عندنا مشكلة، يعني ان يفتح للعراقيين باللي بمئات الالاف موجودين وراغبين في ان يدخلوا لينصروا الضفة وليس ليحرروا الجولان، ليعطوا للضفة. ما بدهم يروحوا على سوريا، بدهم يروحوا يوصلوا على الضفة ويصلوا بالارز، يفتحوا لهم يروحوا يموتوا هنيك. اكتب لنا هيك اذا ممكن، يعني ادعيهم، قول: نحن ندعو الاردن ومصر، مصر ان تفتح لليمنيين اللي شاطرين بالبحر، بيجوا بالسفن الاف الفلوكات تحملهم، بيحملوا له نص مليون مقاتل يروح على جبهه غزه، ونص مليون عراقي مستعدين يجوا على جبهه الاردن. ممكن نتمنى على الاخ هاني يكتب هلا على الشات مباركه هذا، وان يدعو مصر والاردن الى فتح الجبهات امام اليمنيين والعراقيين، بس لنا نتأكد أنه معنا صديق هون، بس مش علامة استفهام. على كل حال يقول هذا البعض أن مشروع، أن خطة نتنياهو أنه هذا بده يعمل قناة بن غوريون، بده يعمل كذا. شو قلت يا أخونا؟ إذا وقفت جبهة الإسناد شو بصير بغزة وشو بصير موقفة؟ لا، قبل ما تكتب اللي طلبناه منك ما رح نرد عليك بشيء، لأنه شغلتك أنت المناوشة وتضيع الوقت. فاكتب لنا هاي لنصدق انه انت عن جد واحد صديق وشغلتك قلبك محروق على غزه، يعني فاللي قلبه محروق على غزه بيطالب بفتح جبهه مصر، لانه اليمنيين عم بيقول الزلمه السيد الحوثي: خي بدنا نموت، تركونا نموت، بتخلصوا مننا، واذا ما خلصتوا مننا ما رحنا بتفضحونا، بتقولوا هاي الجبهه فتحنا لهم اياها هربوا. والاردن نفس الامر، فقلنا للاردن ولمصر من بعد اذنك: نحن ما عم نطالبهم، انت طالبهم، لانه نحن ما بدنا تصعيد، نحن بدنا بس يفتحوا المجال للناس تتظاهر بمصر والناس تتظاهر بالاردن، ويوقفوا الاردنيين على ضفاف البحر الميت يهتفوا لغزه بالمكبرات للضفه، واللي والمصريين يهتفوا لغزه ويمرقوا لهم مي وخبز ودواء بالاكياس، مش احنا بس. انت بدك الجبهات، اذا سمحت فرجينا دعوتك للجبهات، حتى ساعتها بنجاوبك على اي سؤال بدك اياه. فاذا البعض يعتقد انه هذه هي خطه نتنياهو، بده يعمل قناه بن غوريون، بده يعمل منصات غاز، بده يعمل كذا، بده يعمل مشاريع استثمار سياحيه عملاقه بغزه، عظيم. بس ما شرط لتصير اسمها خطه مش رغبات، قولوا يرغب بكذا وكذا وكذا. ان يكون لديه خطه ماذا يعني؟ يعني أن يكون عنده آلية تنفيذية لبلوغ هذا الهدف. شرط تحقيق هذه الرغبات شو هو؟ أن يقبل الفلسطينيون بمغادرة غزة والضفة. طيب عنده استجابة فلسطينية بعد كل اللي عمله بغزة؟ في استجابة بأهل غزة للانسحاب؟ ما في.
للهروب ما في. فإذا هي ما عاد اسمها خطة، أنه هناك رغبات عند نتنياهو بأن كذا وكذا وكذا، مضبوط، عنده رغبة أنه يستثمر الغاز بغزة، عنده رغبة يشق قناة بن غوريون، عنده رغبة يعمل مشاريع استثمار سياحية، عنده رغبة يهجر الفلسطينيين من الضفة إلى الأردن ومن غزة إلى مصر، لكن دون هذه الرغبات إرادة الشعب الفلسطيني، صموده، ثباته، تمسكه بأرضه، تحدي للقتل والتدمير، وبالتالي هل يملك خطة في مواجهة هذا الصمود والثبات؟ عنده خطة؟ ما عنده خطة. طيب، الرغبة بتهجير الفلسطينيين شيء وتهجيرهم شيء آخر، فهل لديه خطة وأدوات تنفيذ واقعية قادرة على تحقيق الهدف كي نتحدث عن خطة؟ الجواب العلمي والواقعي هو لا. طيب، إذا لم تكن هذه هي الخطة، تعال نشوف شو هي الخطة. إذا هاي فقط هي رغبات، ليس لدى نتنياهو آلة تنفيذية قادرة على تحقيقها ليصح تسميتها خطة. طيب، بيجي حدا بيقول لك معك حق، الخطة هي شن حرب على لبنان، وبس يحسم مع حزب الله بلبنان بيكمل على غزة، بيرجع بيحسم بالضفة وبيهجر غزة وبيهجر بالضفة، وساعتها بيصير عنده خطة لغزة والضفة. عظيم. إذا الخطة خلينا نقول هيك الحرب على لبنان. خلي الناقش يا خي، هل لديه خطة للحرب على لبنان؟ كيف نعرف؟ هو عنده الآن ثلاث شغلات كافية لا يعني نقول إذا عنده خطة ولا لا. الشغلة الأولى أنه عمل حزب الله رد، وهو لم يرد على الرد، وحزب الله ما ردنا نقول أصاب الوحدة 8200 وقتل قائدها، بدنا نقول أنه دخل أجواء تل أبيب وأصاب مؤسسة استراتيجية كما قالت هيئة البث الإسرائيلية، أن استهداف هيك قالت استهداف مؤسسة استراتيجية في وسط إسرائيل، يعني هذا عنده يد، هذا قادر. طيب، هذا يعني عذر كافي لا يعمل. عنده المستوطنين المهجرين اللي هو وعدهم كان بأول أيلول. ثالث شغله انه هو بيقول عمل ضربة استباقية دمر فيها الصواريخ الاستراتيجية، شو ناطر ليرجع حزب الله يعوضهم يطلع من المخازن او يبعثوا له الايرانيين او 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 والله بيروح هلا على الحرب. فاذا عنده كل الاسباب وعنده صار له كل الراي العام عنده عم يسمع نتنياهو بيقول بدنا الحرب وبدنا الحرب وبدنا نرجع حزب الله الى ما وراء الليطاني، فكل اسبابه موجوده، لماذا لا يذهب الى الحرب؟ لانه مش قادر. طيب، اذا مش قادر، رغبته الحرب على لبنان وليست خطه. خطة لأنه شو بده يحلم ليعمل الحرب على لبنان؟ إذا بأول بعد الطوفان كان معه 94% تأييد للحرب، كان معه جيش بنص مليون، وكان معه كل الجيوش بما فيهم الاحتياط يعني، وروح قتالية وقدرة، بعدهم مثل ما بيقولوا يعني خلانج طالعين من الشركة، وآلياته وذخائره وأسلحته، وكانت البحار مليئة بالحشود الأمريكية والغربية، وما راح الحرب. طيب، هلا جيشه هل كان وفارغ، وهلا نخائره ناقصه، والياته راح نصها، ومعنوياته انهارت، والشارع نازل يوميا مظاهرات ضده، والغرب تركه فل، هلا بده يعمل حرب؟ بعدين هل الحزب اللي بده يعمل عليه حرب كان لديه عام 2006 يوم هزم الجيش الاسرائيلي ونفذ مجازر الدبابات بحق جيشه وقتل جنوده في البر، يومها كان لديه يعني 10% مما لديه الآن، بينما كان الجيش الإسرائيلي بكامل قوته. فإذا هو ليس لديه خطة حرب على لبنان، والدليل هلا على كل حال الكلام قلنا لكم، جالنت عم بيقول إنه الحرب على حزب الله ليست الآن بل في المستقبل البعيد. فإذا ليس لديه خطة، مش هاي الخطة. بس بدنا نقول خطة، لازم نجاوب على سؤال، عنده أداة تنفيذ واقعية مش أحلام، يعني بيقدر يضمن 50% وما فوق أن يحققها؟ هلأ بيجي حدا ثالث، هاي على طريقة الثعلب يعني اللي شاف خياله مثل ما حكينا عنه، 10 أمتار قال اليوم جمل، ما لقى جمل ليأكله، فشوي قربت الشمس وصار تلت السماء، صار خياله مترين، قال خروف منيح، ثم صارت الشمس بالسماء فصار خياله بين رجليه، فقال يعني كنا بنقبل الدجاجة بس على هالحال عصفور منيح. طيب، نزلوا له الخطة لنشوف لنتنياهو، مش التهجير، تهجير رغبات،
مش خطه، لانه ما عنده قدره ينفذها. مش الحرب على لبنان، الحرب على لبنان تمنيات مش خطه. طيب شو الخطه؟ بيجي حدا بيقول لك انه اذا لم تكن الحرب على لبنان هي الخطه، خطته استمرار الحرب حتى يصل الرئيس الامريكي السابق دونالد ترامب مجددا الى البيت الابيض. عظيم، ها يعني بلشنا نسمع حكي معقول. شايف؟ طيب خلينا نناقش، خطه لادامه الحرب حتى يصل دونالد ترامب. اول سؤال، ضامن هو يوصل ترامب؟ ما حدا بيعرف، ما حدا بيعرف. حدا بيبني خطه على فرضيه قد لا تتم؟ بالعلم عم بسال، يعني ماذا لو مانع الحلول التي يطرحها بايدن، اذا ما نفترض هيك، لانه هو عينه على ترامب وبده يديه الحل لترامب، انه بيرجع بعدين بيقول له لبايدن او لكمالا هاريس سوري لا تواخذينا، كنا متمنيين يجي ترامب وما مشي الحال. فاذا هذا حكي يعني الرهان على رغباته، هو بحب يوصل لترامب، واذا في ساعده من تحت لتحت من جاليه اليهوديه الناخبه هناك ما راح ياثر، هذا شيء منفصل. اما انه عنده خطه هو يطول الحرب لبين ما يوصل ترامب، اولا مين قال حيوصل؟ اثنين، يا سيدي وصل ترامب، شو راح يقدر يقدم له ترامب اكثر من اللي مقدم له اياه بايدن؟ في شيء واحد بعد مش مقدمه بايدن، وهو ارسال الجنود الامريكيين ليقتلوا بالنيابه عن الجيش الاسرائيلي في جبهات القتال. في رئيس بامريكا. طيب كيف بنعرف الفرق بين ترامب وبايدن؟ راح اعطيكم مثال بسيط، حرب سوريا اللي مرق عليها رئيس ديمقراطي اسمه اوباما وكان بايدن نائب رئيس، ورئيس اسمه ترامب 4 سنين ورجع بايدن 4 سنين، شايف؟ وهي خلصت ولايه بايدن، يعني عم نحكي 12 سنه فيهم اوباما ترامب بايدن. حدا يقول لي شو الفرق بين اداره بايدن واداره ترامب واداره اوباما في الحرب على سوريا؟ لا يقنع معه، لانه الحرب على سوريا هي حرب اسرائيل، يعني هي الحرب التي تريد كسر ظهر محور المقاومه بضرب صله الوصل بين اطرافه، ايران، عراق، لبنان، فلسطين، تدمير بنيه الجيش السوري، تغيير مكان سوريا في السياسه لتصير على طريقه ما عم يحكوا المعارضه بانه بنعمل صلح وبنعمل سلام وبنخلص نحن واسرائيل. واعداء لذات اعداء اسرائيل، مين اعداء اسرائيل؟ حزب الله، روسيا، إيران، هن نفس الشيء. طيب وبالتالي شو تغير بين حكم أوباما وحكم ترامب وحكم بايدن؟ إذا بدكم بالمنطق الحكم الأشد هجومية وعدائية وانخراطا في الحرب في سوريا كان حكم أوباما مش ترامب. ترامب بعد عمل غرام مظبوط، وقال بدي انسحب وبطل، وغطى سرقة النفط وعملها شعار، المهم أن نبقى نسيطر على آبار النفط في سوريا. ما اكتشفت بأنه الذي يدير قرار الحرب هو جهة ليست أوباما وليست ترامب وليست بايدن، والرؤساء يبصمون على ما تقرره هذه الجهة. كما قالت الحرب على سوريا، من رد لا ممنوع ترد، نضرب ايه روح اضرب، هي تقرر. إجا أوباما قال بدي ابعث الأساطيل، بهدلوه سحبوا الاساطيل. اجى ترامب قال بده ينسحب، بهدلوه واضطر يتخلى عن الانسحاب. فاذا القرار بمحل ثالث، وهذا المكان هو الدوله العميقه، هو المخابرات والبنتاغون والعمق الدبلوماسي والمستشارين الكبار والشركات الكبرى واللوبيات، هؤلاء اللي بياخذوا القرار والرؤساء واجهل القرارات. فاذا حدا موهوم انه بيقدر ترامب ياخذ قرار بده يجرد الاساطيل ويبعث روح اجزي لبنان وبدي يفوت على اليمن وبدي يدمر ايران، موهوم اللي مفكر هيك، موهوم. واللي قدامك الحرب على سوريا يا اخي افترض اللي بدك اياه، مش حرب اسرائيل، مش امريكا كانت علنا تريد اسقاط سوريا ولا تزال، هلا بعدها محتل جزء منها، ومين ما بيصالح سوريا بتقول له اياكم اياكم إيه، حتى التركي هلا بيقول له. طيب هل امريكا ما عليها 3 رؤساء وهي تدير الحرب على سوريا لحسابها يا اخي؟ منيح، كيف تغير؟ حدا يدلني على فارق جوهري بين مرحلة ترامب ومرحلة كل من أوباما وبايدن؟ ولا شيء. لهالسبب فإذا الحديث عن أنه مع ترامب ونتنياهو بيعرف هالشيء، بيعرف هالشيء أحسن من أي حدا تاني. هلا بيجي حدا بيقول
طيب يا سيدي، لا هاي ولا هاي ولا هاي، شو بقى؟ شو ممكن تكون خطة نتنياهو؟ أنا راح أقول نتنياهو يعجز أن يقدم جوابا على سؤال ما هي الخطة. نتنياهو يعرف أن عليه الآن تعطيل الاتفاق، بس أملا بأن يتمكن من السيطرة على الضفة الغربية، لأنه إذا تمكن من السيطرة على الضفة الغربية يصبح بإمكانه أن يذهب إلى اتفاق، وعندها سوف يقبل بأحسن شروط يمكن أن تقبل بها حماس، يعني بيساوم بناور بيدا، بس بالآخر إذا خلص على الضفة والمطلوب اتفاق حتى بشروط حماس ما عنده مانع، ساعتها بيفاوض على محور فيلادلفيا وعلى غير محور فيلادلفيا، وباستثناء ذلك المشاكل التي يواجهها نتنياهو والجيش معه والحكومة معه والكيان كله معه، لم يعد يملك القدرة على امتلاك خطة لعلاجها بالقوة. لا قادر يرجع مستوطنين، لا قادر يفتح بحر أحمر، لا قادر يستعيد أسرى. نتنياهو فشل فشلا ذريعا، وهو يعيش حالة إنكار ومكابرة، والإنكار والمكابرة لا يشكل مفهوم.